شلون تشوف الوضع الأمني قبل موضوع الصحوات؟ والله كان الموضوع أمني كلش خطر، لأن كان تنظيم القاعدة مسيطر عليه. كان ما حد يقدر يطلع للشارع للمحل اللي يتسوق، ما حد يقدر يطلع. والله قبل الصحوة يعني كانت لا تقدر تشوفك مشارة تقيم فاتحة، لا تقدر تقيم عرس، لا تقدر يعني تدخن جيجارة، لا تقدر تلبس لبس بحريتك، يعني خلوك وقفة الشارع حاصرة عليك. يعني تريد تقف بالشارع تدور تعلى اليم أخوك يم صديقك السير، تروح تأدي واجب فاتحة ما تقدر، يصير عندك لا سامح الله شفاك الشر ميت، تروح تدفنه حتى يعني بسكوت ما حتى تشيع ما أكو. يعني كانوا ما يخلوكم أي شيء يسوون؟ الفاتحة حرموها، الجيجارة حرموها، اللبس ما تلبس إلا على ذوقي. يعني شلون يعني بس عرفتهم عن بالنسبة لللبس؟ يعني لبسوا بوشية والنساء هي والجيجارة منعوها. شنو العقوبة اللي وجهوها لأبو الجيجارة يعني اللي يدخن شو يسوون؟ يعني أقص أصابعك أشويك على لسانك، يعني ألزمك أقص أكسر أصابعك، يعني ما خلوا. كان الموضوع متدهور وخطير، ما نقدر نطلع من المنطقة من بيوتنا من كل الاتجاهات، ما تعرف يا اللي يضرب يا اللي يقتل، ما تعرف أحد. وهسه الحمد لله يتحسن الوضع شوية شوية. يعني كانوا التنظيم القاعدة الموجودين هل هم عراقيين كلهم أو بيهم أجانب يعني مثلا عرب سوريين سعوديين؟ الأغلبية كانوا عراقيين، لكن من ضمنهم عرب وأجانب. شون كنتوا تتعاملون مثلا وقعوا بيديكم هذول العرب والأجانب؟ العرب والأجانب أسرتوا من هذول الناس؟ لا تم قتلهم يعني. قتلهم؟ نعم. بالنسبة للمجالس البلدية شون تشتغل؟ والله حاليا المجالس بدأت بالتنظيف وصارها تقريبا أقل الشهر من بدأت لحد الآن تنظيف الشوارع بس. قبل والله كل صحة ماكو، كل صحة لا خدمات لا شوارع لا بكل. وحاليا هسه بدأت مجالس البلدية تتعاون مع منطقة هورجب بدعمها بتنظيف الشوارع وتعمل المدارس والجوامع والأبنية والأزقة والبيت تضررت والاحترقت. اي المي موجودة بس كهرباء مو زينة. شنو سبب الكهرباء؟ الكهرباء ما عندنا لحد الآن، ضعيفة يعني تجي. تجيكم يعني اكو؟ اي ضعيفة، يومية تجينا ساعة نص ساعة كهرباء. كان تعامل بالذات تحديد المجالس البلدية تعامل جيد، وتم ايواء في اول مرحلة من الهجوم عندما استولى تنظيم القاعدة على منطقة هورجب ونزحت العوائل إلى منطقة أبو تشير، تم استقبال العوائل وضمهم داخل منطقة هورجب وتم تقديم كل المساعدات المتاحة في ذاك الهجوم. والله احنا الأحداث اللي مرت علينا خلتنا يعني نفتح صفحات جديدة ويا المناطق المجاورة اللي هي أبو تشير ووريج والمحمودية وما نقدر ننسى ونهمش دور المجلس البلدي رئاسة السيد مالك، يعني قام بإيصال المساعدات ومعالجة الجرحى وتشيع الشهداء وإغاثة الناس التعبانة، وصار بيناتنا دعوات متبادلة ونبدت عندنا مبدأ الطائفية اللي هي أصلا كانت ماكو بس صارت من بسبب تنظيم القاعدة، صارت بسبب تنظيم القاعدة. استاذ تقدر تحكي لنا على مدى التعاون بينكم وبين الاهالي ايضا؟ شلون كان استقبال الاهالي للقوات الامنيه بعد طرد تنظيم القاعده؟ والله الاهالي سعداء جدا طبعا بوجود الجيش، وكان بناء على طلبهم، ودائما يعني دائما الطلب اللي متكرر عندهم انه يكون جيش هنا، ما نتركهم نبقى وياهم موجودين، دا يتساعدون ويانا ويا جنودنا ويا ضباطنا، اي معلومات عندهم اي خرق يصير دائما يوصلوننا كل المعلومات. يعني انتم كعوائل ساكنين في هورجب ما قدمتوا شكاوي للحكومه للجهات المعنيه انا متساعدكم في طرد هاي العصابات؟ والله كان ما حد يقدر، لا حد يقدر يحكي ولا حد يقدر يمشي ولا حد يقدر، لان العالم كانت خوف، خايف اللي يحكي منه اخذوه ثاني يوم اخذوه ذبحوه وذبوه بالبزل من تنظيم القاعده. والله دوري هاي قمنا برجاع العوائل وتأمين المنطقة، وهسه بدأوا يعب أعمار المنطقة، شكلنا عندنا مجلس خدمي
قاموا اللي بالزراعة واللي تنظيف الأنهار أكو هناك دعم من القوات الحكومية وشنو هو وهل هو كافي؟ والله لحد الآن احنا دعم من الحكومة العراقية ما أجانا أي بس كبداية هسه بدأت عندنا تشكيل قوة شرطة وقوة جيش. بالنسبة لتعاملكم ويا القوات الأمنية ويا قوات الجيش شلون يكون التنسيق والتعامل وياهم؟ عندنا غرفة مشتركة ما بين قيادة الصحوة والقوات الأمنية العراقية. فعندنا بهاي الغرفة غرفة حركات يسمونها. غرفة الحركات تكون خاصة الاجتماعات والخطط اللي مبرمجة، تكون خطة مبرمجة ما بين قيادة الصحوة وقوات الجيش العراقي. برأيك أستاذ هل هنالك نية في انخراط عناصر الصحوة بالجيش العراقي أو الشرطة العراقية؟ طبعا النية موجودة، النية موجودة و طيناهم استمارات سجلوا أسماءهم وإن شاء الله راح ينخرطون بالجيش والشرطة يعني. إن شاء الله. زين أنت كمواطن إيش تتمنى إيش تطلب من مجالس الصحوة؟ والله ما نطلب منهم شيء بس الأمان وهذا هو. يوفروا لكم الأمان. أي موفرين هسه هم الأمان الحمد لله يعني ماكو شيء. الحمد لله هسه قمنا نطلع على الشارع العام نجي كنا قبل ما نجي نطلع محصورين. والله عملنا احنا قمنا وان شاء الله ما نقول بهذلنا انفسنا لان رجعنا لدورنا وعشنا بامان وهاي واللي راح راح بس احنا قمنا على مود المنطقة تعيش بامان وترجع اهل واحباب واللي تهجروا اخواننا الشيعة كلهم يرجعون والاخوة السنة هم قسم منهم تهجروا هم يرجعون وان شاء الله احنا هدفنا انه المنطقة تأمن وتنظف.